أنا اسمي طلعت علي محمد سالم، سني 61 سنة، مريض بالسكر، أرزاقي على الله. من 40 سنة وأنا عيل صغير، كنت بتاع آيس كريم وبتاع بطاطا، في الشتاء نبيع بطاطا وفي الصيف آيس كريم. من 78، والله العظيم من 78 هنا. أنا عيل كنت لسه عندي 22 سنة، رحت عندي 61 سنة، عندي 5 بنات وبنت وولد. أعمارهم قد إيه؟ متجوزين كلهم، اتجوزوا كلهم كبار؟ كلهم كبار اتجوزوا. صرفت عليهم من مهنة الآيس كريم؟ من البيع والشراء، لا معايا أرض ولا زرع ولا رفع ولا أي حاجة، أرزاقي، لا شيء حاجة تاني. بتشتغل من الساعة كام للساعة كام؟ بنطلع الصبح من الظهر لغاية نروح الساعة 2 في الليل ولا واحدة. في إقبال للناس على شراء الآيس كريم؟ في، بنطلع بيهم 4 كيلو سكر، بنروح الساعة 12، بنطلع الظهر نروح الساعة 12 بالليل، 4 كيلو سكر. يعني الناس بتشتري كتير؟ اه في ناس بتشتري، بخلصهم بروح الساعة 12 بروح. أنا بلف هنا في الطلبة، بالطلبة بس. لا ما بروحش عرابي، عرابي بعديها بس وخش على الطلبة اللي بتاع قريب. هل واجهت أي صعوبات في المهنة دي؟ لا ما فيش صعوبات، بس بالنسبة أنا راجل تعبان وعندي السكر بدي غبوبات وأنا ماشي. ساعات أسعاف خدتني من الطلبة 5 6 مرات. أبو ماشي بالعربية روح وقف في الأرض ولادي الحلالي واتصل بالإسعاف تاخدني ونروح. بتتعب جامد؟ أبو بالسكر وقعت من عندي الدمعة 3 مرات وبتاع كشك السلالة دي بالإسعاف. من سنين بشتري على حسابي، والله نفسي نبني بيت، معي بيت موجود بالجريدة بتاع النخل. كل الناس بانية عن حوالينا وانا مفيش. ما شفت الدريج بتاع النخ والفلاق بتاع النخ ما معرش على التعريش. بس صغير مبني بلوك فيش غير اوضه واحده مصفوفه، صبالنا الجمعيه الخيريه واحنا ما كنش قادرش اعمل حاجه. انا نفسك يكون عندك بيت؟ نفسي يكون عندي بيت والله. انت ساكن فين اصلا؟ انا ساكن في البسراوي بالجار، شقة في بيت خالي بالجار. الشغلانة دي صعبة عليك انك كل يوم تقف وتبيع وكده؟ لا ما دام انا تعبت الصراحة، انا عاوز حتى نشوف غفيري ولا اي حاجة. تعبت من البيع والشراء، تعبت ما قدرش، عندي 62 سنة الف الشارع لغاية امتى؟ بدور على حاجة نشتغل فيها مرتاحة مش لاقيش. ولا اي حد، مفيش حد نهائي. اخو والله اقسم بالله العظيم يا اختي، انا رست عليها تعشيت بعيش ملح، واخواتي جنب مني في واحد من قال لي خد جنيه. محدش بيساعد؟ لا بساعد ربنا الحمد لله.